السلام عليكم أيها المشاهدون أيها المشاهدات، اليوم إن شاء الله عندنا غادي نحضر واحد الكيكة بالكوك، قشور ديال الليمون، قشور ديال الحامض. كتجي واحد المذاق في شكل مختلف، كتجي زوينة بنينة، كتجي هشيشة إن شاء الله بحول الله. المقادير غادي يخصونا، عندنا واحد شوية ديال القشور ديال الليمونة، واحد الحامضة ليمونه وحامضه بجوج القشور ديالهم، ونحاولوا ما نهزوش البيضه غير القشور الصفر. وعندي تقريبا واحد 14 غرام ديال خميره الحلويات، 14 غرام ديال الفانيلا، واحد شويه ديال الملح، عندي واحد تقريبا واحد الكاب انو تقريبا كاسونس ديال العنبه ديال الكوك مفروم، عندي جوج بيضات، عندي كاس ديال السكر معمرش ديال العنبة، عندي كاس ديال الزيت معمرش بزاف إنو نخليو فيه واحد شوية، عندي جوج كيسان ديال العنبة ديال الدقيق فورس، وعندي واحد شوية ديال المايزينا تقريبا واحد معلقة كبيرة، وعندي كاس ونص ديال الحليب. إن شاء الله غادي نبداو في التحضير. غادي نخلطو كلشي في الخلاط، هاد المواد كلها. الكوك غادي نخليو فيه شويه باش غادي نزينو الكيكه ديالنا ان شاء الله بحول الله. بسم الله تبارك الله. بسم الله غادي نبداو بالحليب ان شاء الله، نكون الحليب كلو، غادي نخوي الزيت، غادي نخوي كلشي ان شاء الله، خميره مليحة، الفانيلا حتى هي، السكر، البيض، قشور ديال الحامض والليمون إن شاء الله، وغادي نحركو هذا مزيان إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بعد ما طحنا كل شيء درنا واحد شويه ديال الكوك حتى هو، درنا شويه ديال الكوك نطحنوه معاه حتى هو، وغادي نبداو نزيدو الدقيق ديالنا شويه بشويه ونبداو نطحنو ان شاء الله بحول الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله تبارك الله. هذا هو القوام ديالنا هكا بغيناه ان شاء الله، هكا نيت يكون جاري واحد شويه بحال هكا ان شاء الله. غادي نحطوه في المول. دابا المول ديالنا درنا ليه شويه الزبده، شويه ديال الدقيق، حطيناه في الثلاجه، غنجبدوه دابا وغادي نحطو فيه الخليط. بسم الله تبارك الله. بسم الله. حنا الخليط ديالنا غادي نستعملوه في هذا الكاسترو، هذا بغينا يجينا على حساب هاد القالب ديال هاد ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. حنا حطينا الخليط ديالنا، غادي ندخلو الفران ان شاء الله. حنا دخلنا ان شاء الله الفران، درجة الحرارة هي 400، وغادي نحطو هاد تقريبا واحد 45 دقيقة ان شاء الله. بسم الله تبارك الله. بسم الله. هذه هي النتيجة الأخيرة ديال الكيكه ديالنا، جات روعه. طحنا فيها الكوك ودرنا الكوك فوقها، كتجي واحد واحد المذاق رائع ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ان شاء الله لا تبخلوش علينا بواحد لايك، شيروا مع العائله والاصدقاء، واحد سبسكرايب. هذا فضل الله وليس امران، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.